ايه اخباركم النهارده؟ عاملين ايه؟ انا مستنيه الفيديوهات بتاعتنا زي ما اتفقنا مع بعض. وفارس حبيبي اللي وحشني جدا جدا جدا، انا هستنى منك فيديو تطمني عليك. الفيديو ده النهارده عشان اقول لكم ازاي نحافظ على نفسنا من الكورونا. طبعا كلنا سمعنا ان في فيروس، عشان كده احنا قاعدين في البيت واخدين اجازه لحد الازمه دي ما تعدي ان شاء الله. نعمل ايه حبايبي الحلوين عشان نحافظ على نفسنا؟ اول حاجة ما ننزلش من البيت، لازم 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 نفضل قاعدين فترة في البيت، ما نخرجش خالص. يبقى ما نعملش بقى مشاكل ونقعد نزعل مامي ونقول عايزين نخرج يا مامي، عايزين نتفسح يا مامي. لا، مش هينفع. الفترة دي بالذات لازم نفضل قاعدين فيها في البيت، نشغل وقتنا نلون ونرسم ونذاكر. وانا هبعت لمامي شيت هتصوره وتصوركم وانتوا بتشتغلوا فيه وتبعتهولي، عشان اما نرجع نرسم ان شاء الله في سربرايز جميلة جدا لكل اللي هيتابع معانا الشيت. يبقى اول حاجة ما ننزلش من البيت. بعد كده نغسل ايدينا كويس قوي قوي بالصابون على طول، بالذات قبل ما ناكل. قبل ما ناكل اي حاجة، قبل ما ناكل اي حاجة في البيت لازم نغسل ايدينا كويس قوي بالصابون. ايدينا بنغسلها كده 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 كده، وبعدين كده، وبعدين صباعنا ده كده، وبعدين كده لمدة 20 ثانية نقعد نغسل ايدينا، اوكي؟ عشان الفيروس. وناكل هيلسي فود، لازم ناكل كل الاكل بتاعنا يكون هيلسي عشان مناعتنا تبقى قوية جدا، ولو جالنا الفيروس لا قدر الله جسمنا يبقى اقوى منه ويموته على طول. اتفقنا؟ كمان بلاش نخلي اي حد يبوسنا او يحضننا الفترة دي خالص، لازم 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 ناخد بالنا. ودايما نحط كحول وجل على طول الوقت على ايدينا كده، ونغسل ايدينا وما نلمسش ابدا وشنا، الجزء ده كده ما نلمسوش ابدا بايدينا، النوز والايز والماوس بلاش نلمسهم خالص خالص بايدينا، عشان الفيروس بيتنقل منهم لينا. وبكده ان شاء الله ما يتنقلش لينا الفيروس ابدا ابدا. دمتم يا رب سالمين دايما وبخير وبصحة، ربنا يحميكم يا رب. هستنى منكم الفيديوهات وهستنى الصورة للشيت، واشوفكم دايما على خير يا رب ان شاء الله. بحبكم قوي قوي، باي باي.